ثالث الميكانيك. خلال مشاركته في سباق على المدار قطع دراج جزءا على هذا المدار مكون مستقيم وأفقي ومقطع بيسي منحنى ينفتح على خندق عرضه ال يليه مقطع أفقي د او. تتم الحركة على المقطع اب باحتكاك لنمدجه بقوة اف ثابتة منحى معاكس لمنحى الحركة او لمنحى متجهة السرعة. يكون الدراجة مجموعة كتلتها ام ومركز قصورها جي. السؤال اولا حركة الدراج على المقطع اب، يبذل الدراج بين ا و ب مجهودا لنمدجه بقوة افقية اف نعتبرها ثابتة ولها نفس منحى الحركة. ينطلق الدراج من موضع ا بدون سرعة بدئية. لدراسة حركة جي نختار معلم اي مرتبطا بالارض نعتبره غاليليا ونأخذ عند تي صفر كتساوي صفر، اكس صفر كتساوي صفر. معطيات ا بي كتساوي 60، بيتي تاف كتساوي 80، وغون تاف كتساوي 180، وجي كتساوي 10 متر بار سكوند، وبيتي تام كتساوي 70 كيلوغرام. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين ان تعبير تسارع حركة جي يكتب على شكل ا كتساوي اف ناقص بيتي تاف على ام. جواب المجموعة المدروسة هي الدراج، المرجع الغليلي هو او اي مرتبط بالارض نعتبره غليليا، جرد القوى هناك بي الوزن، هناك ار ان تأثير السطح، هناك اف تأثير قوة الاحتكاك، واف القوة المحركة. حسب القانون الثاني لنيوتن سيجما اف يقال ام ار جي معناه ان بي زائد ار زائد اف كتساوي ام ار جي. بالاسقاط على المحور او اكس نجد ان بي و ار متعامدان اسقاطهم يساوي صفر، اف صغيرة معاكسة للحركة ناقص اف، واف موازية وفي نفس المنحة غونت اف. دونك ا كتساوي غونت اف ناقص بيتيت اف على بيتيت ام. هذا سؤال بسيط. السؤال واحد جوج حدد معلن جوابك طبيعة حركة جي. اذا كيفاش غادي نجاوبوا على هذا السؤال؟ هذا لدينا التسارع ا جي ثابت والمسار مستقيمي، اذا حركة جي حركة مستقيمية متغيرة بانتظام. السؤال الثالث احسب قيمة تي بي لحظة مرور جي من بي. الجواب لدينا المعادلة الزمنية هي اكس كتساوي ان دومي ا تي كاري بلس في زيرو تي بلس اكس زيرو. عند تي كتساوي صفر في زيرو كتساوي صفر، اذا اكس كتساوي واحد على جوج ا تي كاري، اذا تي بي كتساوي جوج ا بي على ا جي. نعوض فنحصل على القيمة 9.16 بعد حساب طبيعة الحال التسارع اللي هي 1.43 متر بار سكون كاري. نجد القيمة 9.16 سكون. السؤال الرابع أوجد قيمة في بي سرعة جي عند المرور من بي. يعني هنا السؤال بسيط سنستعمل فقط معادلة السرعة. لدينا معادلة السرعة في بي كتساوي أ جي تي بي بلس في زيرو، بما أن في زيرو كتساوي زيرو نعوض فنحصل على القيمة 13.1 متر بار سكون. السؤال الأخير أوجد قيمة R القوة المطبقة من طرف السطح على المجموعة أثناء حركتها على المقطع AB. يعني هنا كنعرفوا على أن R كتساوي RT أو كاري بلس RN أو كاري. القوة R مائلة عند جوج ديال المركبات، مركبة بتيت F ومركبة RN. إذن R كتساوي Rn زائد Rt. بتيت اف عندنا القيمة ديالها معروفة، بقات لنا Rn. كيفاش غنلقاو Rn؟ ناخذ القانون الثاني لنيوتن P زائد R زائد F زائد بتيت اف كتساوي ام ا جي ونسقطها على المحور او يغريك. كم تساوي؟ الوغ ام ا يغريك كتساوي صفر، P و تنا اف و بيتي تاف كتساوي صفر، كتبقى لنا ناقص بي زائد ار ان. نحصل على ار ان هي بي هي ام جي. اذا ار شنو غتساوي لنا؟ هي الجذر ديال 80 او كاري زائد 700 او كاري اللي كتعطينا تقريبا 700.6 في 4 نيوتن. الجزء الثاني حركة الدراج خلال مرحلة القفز. يغادر الدراج مقطع بي سي عند الموضع سي بسرعة في زيرو، تكون زاوية ألفا مع المستوى الأفقي. خلال القفز تخضع المجموعة لوزنها فقط. ندرس حركة جي في معلم متعامد منظم سي اي بريم جي بريم مرتبط بالأرض نعتبره غاليليا، ونختار لحظة مرور جي من سي أصلا جديدة للتواريخ تي زيرو كتساوي زيرو. تكتب المعادلات كما يلي اكس و ايغريك. خلال
حركه المجموعه يمر الجي من قمه المسار عند اللحظه تي اس كتساوي 0.174، وبعدها تسقط المجموعه على سطح الارض عند اللحظه تي بي كتساوي 1.1 سكون، معطيات الفا ال وجي. بين ان قيمه السرعه في زيرو كتساوي 10 متر بار سكون. كيفاش غنديروا باش نلقاو هادي؟ الجواب عند قمه المسار تكون في اس ايغريك ايغا زيرو. كنعرفوا على ان في اس ايغريك هي دي ايغريك على دي تي عند اللحظه تي اس. اذا شنو غادي تولي لينا؟ موان جي تي اس بلس في زيرو سينوس الفا ايغا زيرو، ومنها كنخرجوا في زيرو. اذا في زيرو ماذا تساوي؟ هي جي تي سور سينوس الفا. تعويض نحصل على القيمه المطلوبه اللي هي 10 متر بار سكوند. سؤال جوج جوج، هل تجاوز الدراج الخندق؟ علل جوابك. الو يجب البحث على قيمة XP ومقارنتها بL. لقيناها أقل من XP فهو لا يغادر أو سيسقط في الخندق، وإن كانت أكبر سيتجاوز. إذا نحسب هذه القيمة. الو لدينا XP كتساوي في زيرو كوس ألفا في تي بي. المعطيات كلها ما عندنا، في زيرو ألفا و تي بي كنعوضوها كنلقاو 9.85، و L كم تساوي؟ L تساوي هنا هي L تساوي 8 متر. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ على أن XP كبر من L، إذا نعم الدراج سيتجاوز الخندق. السؤال جوج ثلاثة، حدد إحداثيات متجهات السرعة VP لمركز قصور G. إذا باش نلقاو الإحداثيات شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو X نشتقوها باش تعطينا في اكس، و ايغريك نشتقوها باش تعطينا في ايغريك، ونعوضو فين بغيناها في تي بي. اذا ماذا تصبح؟ كتولي عندنا هكذا. اذا شنو هي في بي؟ هي جذر ديال في بي اكس كوكاري بلس في بي ايغريك كاري. افيك في بي اكس هي دي اكس بي سور دي تي، في بي ايغريك هي دي ايغريك بي سور دي تي. الو الشقاق ديال الاولى تعطي في زيرو كوس الفا، والشقاق ديال الثانيه كتعطينا موان جي تي بي بلس في زيرو سينوس الفا. بالتعويض نجد القيم 9.85 وناقص 8.26، هذو هما القيم ديال بي.